فالله سبحانه وتعالى قال قل الروح من امر ربي، يعني هذا الموضوع يعني خاص في الله عز وجل. هلا الاعور الدجال في المستقبل سيحاول انتاج طاقه كبيره، طاقه كبيره يستخدمها كانها روح حتى انه يحيي الموتى. فنقول اخواني لربما كانت هذه الطاقه اللي راح يستخدمها هي او اللي راح يحاول نصنعها لربما كانت سبب في اختلال ميزان الارض. نتذكر اخواني اولا انه في فتره ظهور الاعور الدجال راح يعيش الاعور الدجال 40 يوم في الارض. اليوم الاول حدثنا الرسول كسنه، اليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كاسبوع، وباقي ايامه كايامنا. يعني سيكون هناك اختلال في حركه الارض، فلربما حاول من لحظه ظهور انه شو يسوي التعامل مع طاقه للعوده لمحاوله احياء الموتى.